ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وابوني للقناة، هكذا باش يوصلكم جديد اللي يدور في الجزائر. يعني أزف إليكم هذا المقطع الصغير الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل الله فيه أو أن يجعل فيه القبول، وأن يصل إلى هؤلاء الناس الذين أريد أن أخاطبهم وأن أوجه الكلام إليهم، لأن الله عز وجل يعلم ما في القلوب، وهو وحده من يقول الحق وهو يهدي السبيل. فأود أن أسأل سؤال، بالله عليكم ما الذي يحدث في القنوات الجزائرية؟ وش راهو صاري؟ أنا شخصيا أقسم لكم بالله لا أتابع لا القنوات الجزائرية ولا غيرها، خاصة في رمضان، خاصة في رمضان لا أتابع أبدا. فقط يظهر لي من وراء تساؤلات الناس وإرسالهم إلي الصور والفيديوهات وكذا، والله شاهدت بعض اللقطات فقلبي وجعني صراحة. يعني مكان سبحان الله اللي فيه اللي ربي يعني سبحان الله جعل فيه نبتة وبذرة خير، ولا الناس ما تعرفش باللي هؤلاء الناس الذين يروج لهم في هذه القنوات ناس ما همش تاع مستوى، ناس حرام عليكم يا جماعة الخير أنهم تصدروا هذا الناس وتوريهم لأولادنا. أولادنا يحبوا يعني سبحان الله الأطفال ولا شباب ولا بعد ما يعني يفطروا كذا يحب يريح مقابل التلفزيون، يريح باش يشوف وحدة أكرمكم الله تاع ملها ليلي، تجي تعلم له صلاة وما تعرفش ما مسكينة تصلي، ربي يهديها إن شاء الله. وهل سبحان الله هل الصلاة وتعليم الناس الصلاة يكون من امرأة؟ علاش تحطوا رمضان باش يعني باش ديروا واحد الصوالح، باش بغض النظر ان القنوات الجزائرية كيجي رمضان يعني يعيطوا للقراء ولا الدعاة وكذا يبوشيو بهم ترو، معذرة على هذا. وأنا شخصيا واحد من الناس اللي حبست مع القنوات لأنه عام كامل ما يحوسش عليك، ما يحوس لا على قرآن لا على والو، فيلحق رمضان 15 يوم ولا 10 أيام يعيط لك يا شيخ سجل لي هذه سجل لي هذه روح دير لنا برنامج هذا. فأنا شخصيا حلفت على الأمر هذا. فسبحان الله يعني تلقى يعني وليدك قاعد يشوف في وحدة ما عندها حتى علاقة وعندها فيديوهات في اليوتيوب، أنا ما نحبش نهضر والله ما نحب نهضر، ومن بعد يجيك واحد آخر يورونا الكاريير باللي تاع لا دروغ وتاع المخدرات، وش ما عندها وتوري لهم توري للشباب يعني مثلا هذا الطريق باللي زعما شغل هذه الطريق اللي تخرج، هذه الطريق اللي ترفه، هذه الطريق اللي تخليك راجل. هذا الراجل هذا يا ما هاد الناس هادو اللي درتوهم ودرتو بيهم ما لبيش انا حبيتو ديروا بيهم الشهرة وكذا، ناس هادو ما يصحاوش، ناس هادو يطلوا يطيحوا بيناتهم، ناس هادو يدلوا يسبوا، هكا نربوا ولادنا؟ والله الذي لا رب سواه ولا اله غيره، هذا الكلام اريد ان اوجهه الى ليش انا حتى ولو كان يعني الى رئيس الجمهورية، ما دمنا نحن أمرنا الله عز وجل بطاعته وطاعة نبيه وأولي الأمر، احنا لا نطبقه وش قال ربي سبحانه وتعالى. فأنا مدابية أيضا هاد الناس هادو ما يشوفوا لينا شوية، يشوفوا وش وين وش كاين، ما تلقى حتى حاجة مفيدة في التلفزيون. القنوات الجزائرية ولات كرمكم الله وسامحوني على هاد تقول برامج تاع دعارة، سبحان الله العري الفسوق المجون في رمضان، ما لبريش أنا وش صاري قاع، ما لبريش ما فهمناش متى أصبحت القنوات الجزائرية اللي كانت الناس تضرب بها المثل في الاحترام والحشمة، وبريش أنا إنسان سبحان الله إنسان قاعد معي إماه